يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. بعض الصحابة قالوا ما دام بقى الآخرة هي دار القرار والدنيا دي دار الفناء، إحنا عايزين نجعل حياتنا كلها عبودية لله عز وجل. ما هي الدنيا زائلة والجنة هي دار القرار، خلاص إحنا مش عايزين أي شيء من الدنيا. فمنهم من قال أنا لا أكل اللحم، ومنهم من قال أنا لا أتزوج النساء. حتى بعض الصحابة طلبوا إني أو أرادوا أن يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم إن هم الاختصاء، ما يكونوش أصحاب شهوة عشان يتعبدوا لله فقط. وبعضهم قال أنا أقوم الليل ولا أنام وأصوم ولا أفطر، نوع من الرهبنة، عايزين نترهبن كده نقعد نتعبد لله بس. ليه؟ لأن الدنيا ملهاش قيمة والآخرة هي الحياة الحقيقية. فهل أجاز الله لهم ذلك؟ لا. فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، لأن هم حرموا على نفسهم أكل اللحم أو عشرة النساء أو نحو ذلك. قالوا كده، قالوا حرام علينا أكل اللحم، حرام علينا معاشرة النساء. فربنا عز وجل عاتبهم، لا مش ده دين الإسلام. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، استمتعوا بالحياة الدنيا ما دامت في حيز الحلال. ما دام الشيء حلال ليه تحرم نفسك منه؟ استمتع به، استمتع بنعم ربنا عز وجل. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. مين اللي حرم شيء ربنا أباحه؟ كل واشرب واستمتع وتزوج وحصل فلوس وأموال وجاه ومنصب وخلى عندك عيال زي ما انت عايز، ما دمت ايه؟ ما دمت بتؤدي الواجبات الشرعية وبتنتهي عن المحرمات، عيش حياتك زي ما انت عايز. يعني يبقى معايا 1,000,000 جنيه، نعم مش حرام. يعني اشتري عربية بمليون جنيه، ايوه لو معاك 10,000,000 اشتري عربية بمليون، ده مش اسراف؟ لا مش اسراف. انما اسراف لو انت معكش الا 1,000,000 دي وتضيعها كلها في العربية، ده كلام اهل العلم. ما دامت العربية دي هتودي لك المشاوير، هتمنعك من العطلة كل شوية تعطل، ليها فوائد لا بأس. من حرم زينة الله؟ اشتري هدوم غالية، اشتري هدوم غالية ما دام هتحمس الناس تلتزم، لان الناس هيقولوا الله ده راجل ملتزم وشكله طيب وجميل عايزين نقلده، انت تاخد على ذلك ثوابا لو بنية صالحة. يبقى نهاهم الله عن ذلك، ما تحرمش الشيء على نفسك مباح. كل الاكل المباح واشرب الشرب المباح وكل شيء حلال الا ما جاء به النص بتحريمه. وده طبعا يؤكد اللي بتعمله بعض الصوفية لما يلبسوا خشن وتلاقيهم يعني سايبين الشغل ومستني حد يصرف عليه، يقول لك احنا بتوع اهل ربنا. لا، ده انت مخالف للاسلام، محدش قال كده. اشتغل واكسب اموال وتعامل مع الناس واختلط بالناس، كل اللي مطلوب منك بس الحاجة الحرام ما تعملهاش، والحاجة الواجبة لازم تعملها، وعيش في الدنيا زي ما انت عايز، اتفسح واخرج واعمل انت عايزه. ما دمت متجنب الحرام استمتع بالدنيا كما تشاء، محدش هيقول لك ان ده حرام لان هو مش حرام. لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا، يعني ولا تتجاوزوا حدود الله فتحرموا ما احل الله. شيء حلال يبقى لا تحرمه على نفسك. ولو حرمت شيء على نفسك ما يتحرم، ما يبقاش حرام بس عليك كفارة يمين. لو حرمت أي شيء ما عدا النساء، عشان كده هنخش في الظهار، أي شيء حلال حرمته على نفسك ما يبقاش حرام، ولكن عليك كفارة يمين.
قلت انا حرام عليا الملوخيه. لا، هتاكل الملوخيه بس تكفر كفاره يمين، لان من حرم على نفسه شيئا فكفاره ذلك ان يكفر كفاره يمين. ولما النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه اكل العسل، لان سيده حفصه وسيده عائشه قالوا احنا نشم رائحه يعني، فقال لا دي مش مغافير، دي رائحه، ده انا شربته عسلا. فقالوا طيب احنا شامين رائحه يعني مش حابينها. قال لهم خلاص، شوف بقى بيراضي ازواجه ازاي، خلاص ما دمت بتتاذوا من هذه الرائحه انا مش هاكل عسل تاني، حرمت على نفسي اكل العسل. مش انت بقى تقول لها انت بتتضايق من العسل؟ طب كل يوم هناكل عسل. شوف انت بتتضايق من ايه وانا هعمله، انا راجل البيت، ماشي كلامك عليا ولا ايه؟ تتجننت يا ست انت؟ لا بالعكس، شوف انت عايز ايه وانا اعمله لك. هو عيب الراجل يقول لمراته كده؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام بتتضايق من العسل، حرمت على نفسي اكل العسل. بس نزل القران، لا يا رسول الله الناس هتقلدك، هيفتكروا ان العسل حرام، انت رسول، انت مش بشر عادي. فالناس كده هتقول الله ده النبي ما بياكلش العسل، يبقى العسل حرام، وهو مش حرام. يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم. طب نعمل ايه؟ قد فرض الله لكم تحله ايمانكم، يعني كفر كفاره يمين، والعسل ما يبقاش حرام. عليه الصلاة والسلام. يبقى لو حد حرم على نفسه شيء، شوف بقى، شوف الإسلام، لا ما يبقاش حرام بس كفر كفارة يمين. ولا تعتدوا، اوعوا تحرموا حاجة ربنا أباح، إن الله لا يحب المعتدين. الإمام الطبري ليه كلام جميل نقلته لك عشان تسمعه. في ناس طلعت في زمانه في الإمام الطبري شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، قالوا طب احنا ليه نلبس كويس؟ ما نلبس اي لبس، والفرق بين اللبسين ده ب100 وده ب50، نطلع ال50 صدقه، هم دول عباد الله الصالحون، وبدل ما ناكل لحمه ناكل فول ونطلع الفرق صدقه. فالطبري قال لهم لا، الامام الطبري قال لهم لا، عندك ده مش صح. ليه مش صح؟ اسمع، بيقول فان ظن ظان أن الخير في غير الذي قلنا لما في لباس الخشن وأكله من المشقة على النفس وصرف ما فضل بينهما من القيمة إلى أهل الحاجة، اللي يظن كده إن ده الأفضل فقد ظن خطأ. لا ده مش صح. ليه يا إمام؟ قال لك وذلك أن الأولى بالإنسان صلاح نفسه وعونه لها على طاعة ربها. جسمك ده هو وسيلتك لعبوديتك لله عشان السير إلى الله، زي العربية كده، جسمك ده محتاج صيانة، عايز يأكل كويس وعايز يلبس كويس وعايز يبقى في نفسية كويسة عشان أقدر أعبد ربنا بشكل أفضل. فبيقول ولا شيء أضر، ولا شيء أضر للجسم من المطاعم الرديئة لأنها مفسدة لعقله ومضعفة لأدواته التي جعلها الله سببا إلى طاعته. ما لما يأكل أكل رديء هيبقى عيان على طول ومش قادر يعبد ربنا، وعقله حتى مش نشيط وعنده بلادة لانه مش بيغذي نفسه كويس، نفسيا حتى مش مبسوط. طب انا عايز ابقى مبسوط ليه؟ عشان اعرف اعبد ربنا. لان يا اخوانا طول ما انت عليك ديون بتلبس لبس وحش والناس بتبص لك بصه مش تمام، هتلاقي نفسيتك في الحضيض، تيجي تقيم الليل تبقى مش قادر، تيجي تصلي الفجر مش ما عندكش حماس. ايه اللي يحمسك؟ اللي انت تبقى صاحب بدن كويس وسمعة كويسة ومعك فلوس ورجل يعني تلبس كويس. فالحاجات دي تبقى عبادة. ليه؟ لأنك أنت واخدها وسيلة عشان أقوي بدني ونفسيتي ومن ثم أحسن عبادتي لله عز وجل. هو لا
ده كلام مش كلام، ده كلام الإمام الطبري. شوف شوف الفهم صح للإسلام، شوف الإسلام جميل. هتاكل وتشرب وتاخد حسنات. أنا بدني ده هو وسيلة ربنا. الزكاة العربية بعملها صيانة، أنا ما أعملش البدني صيانة عشان دي أداتي اللي أنا أخش بقى الجنة. جسمي ده أهم حاجة عندي، ونفسيتي وعقلي وراحة بالي. عشان كده نقول للناس العب رياضة، الناس الكبار اتمشوا بعد الفجر نص ساعة. ليه؟ علشان تفضل بحالة منتعشة، تقدر وتبقى مبسوط وتخدم ده وتضحك في وش ده. لكن طول ما انت زهقان قرفان طهقان مش هتعرف تعمل عبادة. فتلعب رياضة وتاكل أكل صحي وتسعى وتتحرك وتاكل كويس جدا، تشتري لحمة وتقوي نفسك. ليه؟ علشان دي جسمي ده وراحة بالي وسيلتي للوصول إلى الله. لازم يكون على أعلى مستوى عشان أعرف أؤدي العبادة بشكل كويس.